ما يكون. مرحبا بكم في مروك كار درايفر. لا بي ام دبليو اكس 6 اول سياره دفع رباعي كوبي من عند بي ام دبليو. X6 الموديل الاول ديالها بدا في 2008 وهذا الموديل الثاني بدا في 2015. الحوايج اللي تبدلوا في هذا الموديل الجديد الكالندر ديالها افون ومع لي زوبتيك ولاو مجددين وقراب بزاف ولي فو اريير ديالها ولاو رقاق. الإكران ميتيميديا ديالها اللي كتكونتروليه بواحد لابوكليت فيه بزاف لي فونكسيون. هاد الجينيراسيون الجديدة ديال إكسيس ولات كيخرجو البلايص اللور فيها تلاتة ماشي بحال الأولى كانو كيخرجو غير جوج بلايص. لافينيسيون الداخل دو أوت كاليتي هادشي اللي كنعرفوه عند بي ام. الكوفر ديالها كبر من الكوفر ديال ليكسيس القديمة كيوصل 580 لتر. السياج ديالها سبورتيف هادشي كيعاودونا بي ام دايما. إكسيس هي سيارة أخرى رباعية الدفع أما سبورتيف. المحركات ديال الديازل كاينين ثلاثة ديال الأنواع. كاين الأول 30 دي فيه 252 ديال الخيل، كاين 40 دي 313، وكاينة واحد لافيرسيون إم 50 دي فيها 381 خيل. إكسيس تقيلة شي شوية فيها 2200 كيلو. الفريناج كتحس براسك إلا فرينيتي أسك كتحس بأن الطون بحال كتجي بحال شي حاجة كدفعك من اللور. كتجاوبك دغيا لابوط فيتاس ما كتحسش بها لي غير لي رابور ملي كيدوزو. تتحس بداك 3 لتر ديالها كيجاوبك. ودابا غندوزو للفقره ديال بوف وغنسيو ليكسيس مزيان ونشوفو لي زاكسيلاراسيون.
you.